حضر سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة الثقافة والفنون بدبي الملتقى الختامي الثاني لمبادرة حصنتك يا وطن التي نظمتها دو، واستقطبت المبادرة أفراد المجتمع الإماراتي الذين اجتمعوا للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني 42 للدولة، وذلك للتعبير عن مشاعر الحب والولاء للدولة وقيادتها. وكرم أيضا سمو الشيخ ماجد بن محمد الفائزين في الدورة الثانية من جائزة التواصل الاجتماعي احتفالا باليوم الوطني 42.